صباح الخير، اليوم موعدنا مع غادة. غادة التلي، غادة كيفك؟ تمام الحمد لله، انت الاخبار؟ الحمد لله تمام بألف خير. تمام، كيف اليوم نشاطك بالطبخ؟ لطيف لطيف لطيف. اليوم خفيف خفيف. ايش نعمل اليوم؟ هنعمل أقراص الكفتة بالنعناع. النهاردة يوم منعنع. شو يعني كله منعنع اليوم النهاردة؟ كفتة يعني كفتة وعليها نعناع؟ كفتة وعليها نعناع. وهنعمل كيكة النعناع كمان. كمان يوم أخضر. حلو ممتاز. وبدنا نبلش هلأ بكفتة النعناع. غادة، أوكي، إذا نبلش أول إشي بمقادير كفتة الكفتة بالنعناع. أول إشي بنحتاج نص كيلو لحم مفروم، بصلة واحدة، ملعقتين كبيرة نعناع ناشف، رشة بهار، وفلفل حاد حسب الرغبة، ملح وفلفل. بدنا كمان قطعة فحم وملاعق كبيرة زيت زيتون، أو ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون عفوا. وللصلصة كمان رح نحتاج لاثنين توم مفروم، كمان محتاج لربع كوب عصير ليمون، نص كوب زيت زيتون، ملح وفلفل. اوكي طيب، احنا هنحط البصل. بحب دايما انا احط الملح والفلفل على البصل. ليش حطيتي الملح والفلفل؟ مش عارفه، خلاص انا متعوده دايما الملح بحطه مع البصل، يمكن عشان لو سبتها شويه في الثلاجه يبقى البصل واخد كتير من الملح فما يتغيرش. طيب بعدين هنحط اللحمه. ماما امبارح وصتني قالت لي بكره بما انك انت في المطبخ مع غادة ركزي الطبخه اللي بتعملها. يلا ركزي. قلتها خلاص يلا ركزي. اذا اول شيء حطينا البصل مع الملح والفلفل وحطينا فوقيه الكفته باللحمه. بالظبط. طيب شو بعدين؟ هنعجنها، بس الأول خلينا نحط النعناع الناشف اللي عندنا. معلقتين. أوكي، وهنعجنها مع بعض شوية. دلوقتي إحنا عجناها كويس. بنجيب الصينية. طيب أنا بدي أقرأ هيك شوية تعليقات. بدك تحطيها بالصينية. بس الأول هحط شوية زيت زيتون في الصينية. وبعدين وانا بقرصها كمان هحط زيت زيتون. اوكي اوكي طيب، عندنا معتصم وسجى جردات عم بتصبح علينا، هلا القضاء كمان، دانيال حارس تقول ميم واحد جوابك صح بس على الاس ام اس، انا كمان بثينه للسعود جوابك صح وعلى الاس ام اس ابعتيه، بيسان محمد صباح الخير، ام راشد احنا مناح الحمد لله واهلا وسهلا فيكي، شذا الورد كثير معجبه بطبخات غاده الله يسعدك، وبدي اسال عن كيفيه عمل حلي بالشعرية الباكستانية. حلى الشعرية. حلى بالشعرية. هي عامة في السعودية ودول الخليج كتير بيعملوا حلويات بالشعرية الباكستانية دي، وبتطلع كتير لذيذة. طيب نور جبر أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك يا نور. كمان حمودة أهلا وسهلا فيك صباح الخير. بهاء السوريكي، عمار أبو محسن، نسرين نسر أهلا وسهلا فيك وشكرا إليك، منار البدوي جوابك صح بس على الاس ام اس، سوزان الخطيب كيف طريقه الكشري على طول يعني على طول على اليوتيوب او على موقع رؤيا. على موقع رؤيا صح. خلاص خلصناها. فدلوقتي محمد قاعد يهوي على الفحم. ولعها بدري، قلت اقعد هناك وهوي عليها لان هتطفي. عن جد محمد بده يسلم يا محمد. استحى محمد. خلاص احنا بعد ما عملناها نتخلص من اول جبهه. خلاص هلا بعدين ما بدك كفوف. لا خلاص ممتاز. طيب انا ايش كنت بدي اسالك سؤال، مش عارفه راح عن بالي السؤال، بس انا على فكره متابعه معك لهلا. ما نعرف. كنت اقول لك ايش بدك بالفحم بما انه قلنا محمد. هقول لك، هي الاكله دي بتبقى ألذ لما بتتشوي على الفحم. فاحنا لو اي ست بيت ما يعني مش هتولع الفحم عشان شويه، عشان مثلا نص كيلو ولا كيلو لحمه، فانا دايما بحب احط الفحم جوه الصينيه بعد ما بخلص اكلتي كاني شويها على الفحم. والله
فاحنا هناخدها نحطها في الفرن. خليها بس شويه كده، نحط اللي احنا حطيناه تسخن شويه، ونعمل الصوص اللي مفروض نعملها للكفته. اوكي طيب يا اوكي، هناخد شويه زيت زيتون، هناخد الثوم اللي عندنا، وهناخد شويه ملح، شويه فلفل، وهناخد نعناع اخضر، هاي للصوص للصلصة. بس مش مكتوب بالمقادير انه عنا نعناع. خلص نقول نعناع اخضر. نعناع اخضر بنزيد يمكن. اوكي معلش. طيب. وهنحط شوية زيت زيتون تقريبا 3 معالق كبار، وهنحط ليمون. اوكي طيب، عم نحاول نقرأ اكبر كم من التعليقات، بس التعليقات اللي عم تيجي كتير يعني كثيفة، فعم نحاول نلحق. في عنا دينا فودا، سالي عبد الله، وسالي ابو حجر. هلا بنقرا كمان تعليقات. يلا رجع الفحم. يلا خلاص خلينا نطلع ال سارة العقرة، مش مبين الاسم كتير. اوكي شوفي دلوقتي يعني الكفتة عندنا دلوقتي سخنة. هنحط الفحمة قدي حطتيها اللي محمد هواها غدا، قدي حطتيها ادي الكفتة. ما بتاخدش على أعلى درجة حرارة في الرف الوسطاني، بتاخد بكتير 20 دقيقة. أوكي خلاص، فهنحطها وهنطفيها بس بنقطة زيت. هلأ انتي هيك بتحطيها على الفحم، يعني بتحطي هيك فوقيها الفحم؟ يعني ايه؟ يعني هاي الطريقة اللي لما نقول يعني على الفحم الصينية، على الفحم يعني هيك. كده خلاص دلوقتي كل الكفتة اللي جوه اكتمي بقى على نفسها خالص، ما تخليش الدخان يطلع من اي حتة قد ما تقدري يعني. خلينا يلا نقدمها بقى دلوقتي. فين عاملة لكم انا تبولة، لان هي تعتبر يعني نوع من المقبلات، فقلنا نعمل جنبيها طبق تبولة صغير. احلى ريحة اللحمة مع الفحم. ما اسخن ريحة، ما اسخن البتاع اللي مسكتها بايدي. سخنة نار. يلا مش مشكلة. طيب هنحط اللي بده، ايش بيقولوا، اللي بده الدح بده يقول اح. ماشي صح؟ كأن انا باكل اصلا من الحاجات دي مثلا يعني. خلاص وهي سخنة بنحط لها الخلطة اللي عملناها. كتير لذيذة دلوقتي وهي سخنة، طبعا هتشرب الصوص دي اكتر. حلو. يلا ناخذ اتصال معانا فاطمة. أهلا صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا منيحة. أهلا وسهلا فيكي، شو أخبارك؟ منيحة الحمد لله. قد إيه عمرك فاطمة؟ عمري 11. 11؟ يلا إن شاء الله العمر كله. تسلمي، أنا بس حبيت أصب عليكم على قناة رؤية. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكي. شكرا فاطمه. احكي مع غادة. يلا هاي غادة. اهلا وسهلا فاطمه، كيفك غادة؟ انت ايه اخبارك؟ الاكلات الطيبه هيدي. الله الله يسعدك حبيبتي. شكرا. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا فاطمه. طيب يلا نسرين دروزه كمان، موفق الحوارنه بتقول انا ام محمد من الامارات، اهلا وسهلا فيكي. وسوسن نوايسة، ويسعد صباحكم، سلمي لي على غادة التلي. الله يسلمك. رشا حدادين، بشكركم على هاي القناة، أنا جربت كل وصفات غادة الطيبة. شكرا. الله يخليك. سوسن موسى كمان، جوابك صح بوزارة التربية والتعليم، بس ابعتيه على الاس ام اس. فتون العطار، احنا كمان كثير بنحبك يا فتون. شكرا. خالد ابو حطب، فرح جيلاني، رجاء ابو زينة، غادة يسلم ايديك الحلوين. وعنا كمان
مين أنا كمان؟ روس شكرا. عبود خصاونة كمان، مرح جودة، وبيان التيتي، أنا من عمان، أهلا وسهلا فيكي. يارا إسلام وغيدة أم بيضين تقول صباح الورد لأحلى فريق دنيا يا دنيا. شكرا لك. صباح السكر خلاص. يا شو هذا؟ شو هيدا يا غيدة؟ بس إيش هاي؟ مين دايما يقول لي كده شو هيدا يا غيدة؟ إيش هاي القوطة؟ فين القوطة؟ هاي هالقوطة. مش ف... للتبولة. شفتي؟ بس أنا ما انتبهت أنت كيف زينتي هاي هيك. يلا مش مشكلة، المرة الجاية بتبع معاكي إن شاء الله. نطلع فاصل ونرجع لنكمل معكم. إيش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل كيكة النعناع. خليكم معنا.